رفض شيوخ عشائر مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين العراقية المساس بوحدة المحافظة وتنفيذ المخطط الإيراني القاضي باستحداث محافظة سامراء بشكل منفصل عن صلاح الدين. وأعلن عدد من شيوخ عشائر سامراء في بيان مشترك رفضهم القاطع لمحاولات التقسيم والتأجيج الطائفي والمناطقي وإقامة ما وصفوها بالمؤتمرات الداعية لإثارة الفتن. وحمل شيوخ العشائر التيار السياسي العراقي الموالي لإيران حمله المسؤولية عن تقسيم المحافظة وهددوا في الوقت ذاته بالوقوف في وجه هذا المخطط. استحداث محافظة سامراء في العراق أمر مرفوض، فسامراء جزء من محافظة صلاح الدين ومشاريع تقسيمها ستتم مواجهتها. هكذا كان موقف شيوخ قبائل سامراء في مواجهة تيار عراقي مؤيد لإيران ينادي بجعل المدينة محافظة مستقلة عن صلاح الدين، معتبرين ذلك يشكل مساساً بوحدة المحافظة التي تمتد من الدجيل إلى الشرقاط. تطورات تأتي على خلفية المطالب التي أثارها النائب في البرلمان مثنى عبد الصمد بجعل المدينة محافظة مستقلة، مطالب تندرج في خانة الأجندات الإيرانية التي تعتزم تحويل سامراء إلى محافظة ذات بعد طائفي. مخطط إيراني جديد للسيطرة إداريا على المدينة بعد بسط النفوذ الأمني الإيراني عليها، ويسهل على إيران بحسب مراقبين بسط هذا النفوذ، ففي المدينة تنشط ميليشيات تابعة لها تمارس الخطف والقتل على الهوية ومصادرة الأملاك والأراضي، وكل ذلك بغية أحداث تغير ديموغرافي في المدينة يمهد للسيطرة الإيرانية المطلقة على سامراء. وبالفعل عملت إيران طوال الفترة الماضية على إنشاء طريق بري يربط مدينة سامراء بإيران مروراً بمحافظة ديالى الحدودية. نبحث في هذا الموضوع مع ضيفي من أربيل. ينضم إلينا عضو البرلمان العراقي السابق عبد القهار السامرائي، ومن بغداد ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي زياد العرار. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك سيد عبد القهار السامرائي، لماذا فكرة يعني إقليم أو محافظة لسامراء ممكن أن تكون خطيرة ومرفوضة من العشائر؟ مرحبا بك وبجمهور قناة سكاي نيوز عربية وبضيفك الكريم. حقيقة للأمر شقين أساسيين. سامراء مدينة تراكمت بها الإهمال والتقصير من زمن النظام صدام حسين، لم تكن سامراء تستنسيغ وجود هذا النظام، فبالنتيجة ردة فعل النظام لم يقم بإداء الخدمات لهذه المدينة، والنظام الحالي أيضا أهمل المدينة بشكل كبير جدا، وبالتالي تراجعت فيها الخدمات بنسبة كبيرة جدا واستهلكت ما كان موجود فيها. المواطن اليوم يريد أن يجد لنفسه متنفسا في العيش الكريم، إضافة إلى اكتظاظ المدينة بالجهات المسلحة العراقية، مما جعل المدينة ثكنة عسكرية ضيقت على حركة الاقتصادية للمدينة، مما يطالب أهلها بأن يكون هناك انفتاح لهذه المدينة. هناك بعد جماهيري في أن تكون سامراء مع أطرافها محافظة، ولكن عندما وجد أبناء سامراء واللجان التحضيرية أن هناك بعدا دوليا في تقسيم المحافظة بشكل ربما يؤدي إلى زيادة إذكاء البعد الطائفي بالبلد، جعل الكثير من أبناء المدينة يتراجعون أو يعيدون حساباتهم باتجاه الذي يعتقدونه يؤدي إلى لحمة الوطن. ربما لزيارة السفير الإيراني لمدينة سامراء المتكررة لها أبعاد ولها قياسات ربما نتيجة لوجود آلاف الزائرين الأجانب وبخاصة الإيراني للمدينة، ولكن في هذه الفترة الحرجة عندما حدثت هنالك زيارة مؤخرا بعد أن ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى أتصور على قناة دجلة هنالك تقرير تحدث على جعل مدينة سامراء وقضاء بلد وقضاء الدجيل هم في ضمن المحور التي
دائرة الاهتمام والسيطرة الإيرانية على لسان النائب السابق أو السيد غيث التميمي، حيث تكلم عن هنالك دراسة استراتيجية من 2015 تتحدث بهذا الاتجاه. هذا أثار حفيظة أبناء جميع المحافظة وبخاصة مدينة سامراء أن لا تذهب باتجاه التقسيم الذي يؤدي إلى استحواذ طرف خارجي على مقدرات المحافظة. ولهذا نعتقد أن هنالك ردة فعل جماهيرية شاهدناها عند الجمهور وعند وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى هنالك ضعف في أداء الخدمات الموجودة وإهمال من حكومة المركز وحكومة المحافظة، ووجود ربما زيارات لدبلوماسيين لم تكن هذه الزيارات متزامنة مع أقرانهم في الحكومة العراقية، جاءوا ربما لوحدهم لزيارة المحافظة، جعل هنالك أيضا نقطة ثانية لربما ردة الفعل السلبية باتجاه عملية إيجاد بؤرة جديدة لنفوذ خارجي من داخل المدينة. طيب أذهب إلى بغداد سيد زياد العرار، ما رأيك لماذا قد يكون مفيد أن يعني أو من يدعم هذا الطرح، ما هي يعني أسبابه، خصوصا وأن يعني لو كانت لدينا الخريطة سامراء يعني فقط للمشاهدين هي في شمال بغداد، يعني وفي طريق المفروض أنه من يريد الذهاب من إيران إلى العراق يمر بها يعني بين صلاح الدين وديالة، فهناك في مشاكل يعني، ويبدو أنه في اهتمام إيراني قوي بهذه المنطقة. ما الفائدة من يعني تقسيم هذه المحافظة وخروج محافظة جديدة لسامراء؟ شكرا جزيلا لحضرتك والأستاذ عبد القاهر السامرائي والمتابعين لقناتكم الكرام. الحديث لا يؤخذ بجزئية واحدة وهي وجود إيران أو مصالح لإيران في سامراء، ولا يؤخذ بزيارة السفير الإيراني. إيران متواجدة في أكثر المحافظات العراقية، وإيران تركز دعمها على المحافظات السنية فيما مرحلة ما بعد داعش. لنعد إلى صلب الموضوع وهو أن سامراء تصلح أن تكون محافظة أم لا؟ 200,000 نسمة جلهم من المكون السني الكريم. هذا المشروع قديم، والأستاذ عبد القهار السامرائي قد يتذكر أنه هذا المشروع كان مطروح في مطلع الثمانينيات وأعيد طرحه في عام 86 لأن تكون سامراء محافظة، بسبب ما ذكره أيضا السيد السامرائي ضيفك الكريم من أربيل. فعلا كان هناك توجه نفس غير مرغوب فيه لسامرة ولأهل سامرة من النظام السابق، فلذلك استبعدت أن تكون محافظة. وبعد ذلك تم الحديث عن في عقد التسعينيات من القرن الماضي إلى ضمها إلى بغداد. كل هذا لم يتم ولم تحصل سامراء على كونها محافظة، وبالتالي هناك أساس في هذا الموضوع وأوليات لأن تصبح سامراء محافظة منذ أكثر من 30 عاما. وفي عام 2003 عندما عاد السيد وفيق السامرائي أحد أقطاب المعارضة اللي جلبت الاحتلال ومن ضمن يعني إيران إلى البلد بعد عام 2003، طالب مع أهل سامراء بإنشاء محافظة اسمها محافظة سامراء، ورفعوا علم ورفعوا شعار وقالوا هذه محافظة سامراء. اليوم أهالي سامراء يطالبون بأن تصبح سامراء محافظة لأنهم يعيشون ضنك العيش بعيدا عن العيش الكريم، وهذا مصطلح جميل أطلقه السيد السامرائي وأطلقناه من قبل. القيادة أو الحكومة في صلاح الدين لا تنظر بعين المساواة إلى أهالي صلاح الدين. الضنك العسكري اللي تعيشه المدينة بسبب وجود المرقد العسكري فيها، كل هذا أدى إلى يعني استياء الشارع السامرائي مما دفعه للمطالبة في قضية المحافظة. هذا المطلب موجود في القانون العراقي وموجود في الدستور العراقي، فلماذا لا تكون سامراء محافظة عراقية أسوة بباقي المحافظات؟ هناك أطراف سياسية في العلن يبدو أنها ترفض أن تقام بعض المدن لأنها مرتبطة أو هناك أجندات خارجية، مثلا إيران أو دول أخرى أو غيرها، لكن هي نفس الأطراف السياسية التي رفضت أن تكون تل العفر والفلوجة محافظة في قبل حوالي 8 سنوات عندما أقر مجلس الوزراء العراقي قانونا أرسله إلى البرلمان يتبنى فيه أن تكون تل العفر والفلوجة محافظتين جديدتين في العراق أسوة بحلبشة في الإقليم الشمالي، رفضت نفس الأطراف السياسية. وبالتالي الأطراف السياسية السنية لا تمتلك الخبرة،
غالبيتها ما تحدث عنها بالعموم، لكن غالبيتها ما تمتلك الثقافة اللي تتعامل بها مع القانون العراقي. كانوا يرفضون الدستور الذي يتحدث عن الأقاليم وقالوا هذا تقسيم للعراق، وفي عام 2013 خرجت المحافظات السنية كلها بدافع ودفع من القوى السياسية إلى التي كانت ترفض الإقليم إلى المطالبة بالأقاليم. اليوم هناك مطالبات بأن تكون سامراء محافظة. ما المانع أن تكون سامراء محافظة لوحدها بكيانها؟ ما هي الديمغرافية التي يتخوف منها؟ إذا كان الحديث عن تغلغل إيران أو دخول إيران إذا سمحت لي بعجالة في سامراء، فإيران موجودة في كل المناطق السنية بقيادات سنية بديلة. طيب نسأل أستاذ عبد القهار السامرائي، فعلا يعني حتى لو كان في مشروع إيراني، حتى لو كان يعني هناك زيارات إيرانية مثيرة، وخصوصا أنه في مراقد هناك شيعية الإمام العسكري، ويعني في ربما تكون الاهتمام اهتمام ديني ليس يعني سياسي، وحتى لو كان سياسي ما المشكلة أن تكون محافظة تحكم نفسها بنفسها، وبالتالي يكون قرارها بيد أهلها مباشرة دون أن تنتظر يعني مركز ينفق عليها أو يتحكم فيها؟ ما المشكلة هنا؟ ما أين الخطر عمليا؟ بالحقيقة هنالك دراسات كثيرة بهذا الشأن، وهنالك لجان للتحضير بهذا الشأن. هذه اللجان المحلية درست عدة أمور متعلقة في أن تكون كيف توصل الخدمات للمدينة، على اعتبار أن حكومة المركز أيضا لم تؤل اهتمام لهذه المدينة، وحكومة المحافظة تتخبط ربما في طيلة الفترة الماضية في الفساد وفي مشاكل أخرى جعلت الإهمال موجود في كل المدن ومن ضمنها هذه المدينة. وجود العامل الخارجي هو عامل حساس لدى المجتمع في تقبله أن تكون هذه المحافظة أو هذه المدينة تابعة لجهات خارجية، يجعل أبناء المدينة ينكمشون على أنفسهم في الانطلاق في كيف التوسع. كيف تكون المحافظة تابعة لجهات خارجية لما عندما تتقلص مساحتها ويصبح مركزيتها أقوى؟ يعني مفروض العكس، مفروض عندما يكون في مساحة أوسع وشيء آخر من الخارج يكون التدخل فيها أقوى، لكن عندما تكون المساحة والتركيز أكثر مركزية كيف ممكن أن يتحكم بها الخارج؟ عندما تكون سامراء هي مركز لمحافظة صلاح الدين، وأنا أعتقد أن هذا هو الحل المنطقي لجعل وإعادة المركزية لمحافظة صلاح الدين في سامراء، حيث كانت هي الأقضية الأخرى هي تابعة لها كنواحي أخرى. هذا فد شيء منطقي. أما عندما تكون سامراء هي طرف لمحافظة مستحدثة فليس من المنطق أن يكون مركز المحافظة في النهاية القصوى لهذه المحافظة، بالتالي هذا يؤدي إلى استحواذ ربما أو نفوذ أطراف أخرى من خلال أقضية أخرى، ومن خلال أيضا دمج ربما أجزاء من محافظات أخرى ضمن خطة نخشى أن تكون معدة مسبقا، ضمن ما تكلم به السيد غيث التميمي وآخرون بأن هنالك خطط خارجية ومراكز دراسات تبحث في فصل أو تجزئة محافظة صلاح الدين لكي يتم ربما السيطرة عليها أو استغلال نفوذها أو استغلال مصالحها. لكن يعني سيد سامر اللجان التحضيرية التي دائبت على هذا واضح، لكن يعني ألا فعلا يعني تضيع سامراء على نفسها فرصة لحكم نفسها بنفسها والإنفاق والتحسين الأوضاع والخدمات من أجل مجرد مخاوف قد تحدث قد لا تحدث، وإن حدثت في حينها يمكن التعامل معها؟ باختصار حتى أعود لبغداد لو سمحت. طبعا حكومة بغداد اليوم تسيطر على الجانب الأمني في إدارة الملف الأمني داخل المدينة وبأطرافها وبجنوب المحافظة. حكومة المحافظة تسيطر على الملف الأمني شمال المحافظة، فإذا بقيت سامراء لوحدها مع جنوب المحافظة يخشى أبناء المدينة أن يسيطر على المحافظة الجديدة أمنيا، وبالتالي يسيطر على مقدراتها لعدم إشراكهم في إدارة الملف الأمني، لا على المستوى القيادات ولا على المستوى الأفراد. نعم. اليوم اللي يوفرون الأمن داخل المدينة، على الرغم من المدينة هي ربما المدينة الأولى التي كسرت بؤرة داعش عندما أتت إلى مدينة سامراء، ولم تسمح للدواعش أن يحتلوا للمدينة بأبنائها وليس بالقوات الموجودة المحترمة
التي ترابط اليوم في المدينة. بالنتيجة كان يفترض استيعاب أبناء المدينة في الدفاع عن أنفسهم والدفاع عن أبناء المحافظة من الشرور الخارجية، ولكن الحكومة لم تستوعب هذا. يعتقدون أبناء المدينة أن هذه خطة ربما للآخرين وربما تكون غير ذلك. يحتاجون إلى تطمين ويحتاجون إلى إشراك في الحفاظ على مقدرات المدينة أمنيا واقتصاديا، وضحت هذا السؤال، للانتقال إلى مرحلة الثقة وإعادة تشكيل المحافظة. طيب أستاذ زياد العرار، هنا كيف ترد على هذه النقطة أو ما رأيك فيها وموضوع العلاقة مع بغداد، وفي حال مستقبلا لا تعرف يعني إذا كان في تقسيمات في العراق، يعني إقليم كردستان العراق حاول الانفصال مستقبلا إذا صار في أقاليم تنفصل وكان هذا التقسيم موجود، يمكن تصبح سامراء من حصة الجانب الذي يوالي إيران، يعني هذه مخاوف مستقبلية لكن تخطر على البال. سامراء مدينة سنية، غالبية سنية، موقعها موقع يعني هو بالتأكيد محط أنظار الأطراف الخارجية من الناحية الدينية كما أنت ذكرت حضرتك، وهذا مؤكد بالتأكيد أنه لإيران تنظر للمناطق اللي فيها مراقد دينية نظرة خاصة وتحاول أن تصل إليها بكل الطرق السياسية والدبلوماسية وحتى العشائرية. لكن المخاوف من استيعاب إيران في هذه المدينة ومقدراتها أو إقامة محافظة تذهب بها سامراء تبعا لمحافظة تكون إدارتها شيعية وقوتها شيعية، هذا كلام يعني هو مخاوف. هذه المخاوف لو كنا في 2006 و7 لقلنا أن الحديث عنها صعب، أما الآن العراق في وضع يسمح لكل الأطراف بالحوار، وشاهدنا أن الأطراف العراقية تجلس مع بعضها، المتضاد يجلس مع بعضه، الخصوم جلست مع بعضها، لماذا لا يجلس الأطراف المعنية بتشكيل محافظة سامراء أو تحسين واقع سامراء مع أنفسهم أولا ومن ثم مع المركز؟ لماذا لا يجلس المحافظ مع أبناء سامراء؟ لماذا لا يجلس نواب سامراء في البرلمان العراقي؟ لماذا لا يجلس سياسيين سامراء في البرلمان العراقي ويقرروا قرارا ويذهبوا به إلى الحكومة المركزية ويتفاوضوا مع الأطراف مثل ما تفاوضت السنة على الوزارات، ومثل ما مع الشيعة والكرد بهكذا مصطلحات، ومثل ما تفاوضوا على المناصب وعلى العملية السياسية والمقاعد الانتخابية وغير ذلك؟ يجب أن لا يضيعوا الفرصة، وهذه فرصة أن تكون سامراء محافظة لأهلها، لتعيد الـ 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 الواقع الأفضل لأهلها، ليكون أهلها بأمان، ويجلسوا مع المركز ووفق الدستور، وهناك وزارة تخطيط وهناك مجلس وزراء ولجنة وزارية في البرلمان العراقي، وبالتالي يمكن أن تدرس كل المقترحات، يتم اختيار محافظ مسبقا وفق اتفاقيات، طيب يتم اختيار قيادات أمنية، وكل هذه التفاصيل يجب أن لا تضيع الفرصة بحجة أن هناك مخاوف من تدخل إيراني في سامراء أو في غير سامراء، لأن الوجود الإيراني مرتهن بالقرار العراقي، كلما توحدت الأطراف العراقية قلت طيب أستاذ زياد اسمح لي أذهب وخصوصا المناطق السنية. طيب أستاذ عبد القهار السامرائي معك دقيقة نختم فيها هنا، فقط في نقطة اتضحت الصورة كل طرف ماذا يريد، لكن هل العشائر فعلا جادون باختصار شديد في مقاومة هذا السيناريو حتى لو اضطروا إلى حمل السلاح إذا تم يعني فرض عليهم كما قيل باختصار؟ يعني أنا أتصور أن عملية حمل السلاح هي فكرة مستبعدة لطالما هنالك مجال للحوار وهنالك مجال للتفاهم. أنا جلست مع اللجنة التحضيرية عدة مرات ومتواصل معهم بصورة مستمرة، هم يريدون الابتداء من حكومة المركز ومن الأطراف السياسية أن تعطي تطمينات لأبناء المدينة بأن يشركوهم بشكل كبير في إدارة العتبة وإدارة الملف الأمني وإدارة كل ما كانوا يديرونه سابقا، وبالنتيجة سوف يكونون هم جسور الثقة. إذن الثقة والتطمين خدمات لاحقة مهم لاستمرار الحوار، يعني وضحت الصورة. طيب أشكركما لأنه وقتنا انتهى في هذا الحوار، لكن الصورة اتضحت بفضل مشاركتكما. أشكر من أربيل عضو البرلمان العراقي السابق عبد القهار السامرائي، وأشكر أيضا ضيفنا من بغداد الكاتب والباحث السياسي زياد العرار.